يعني على الأقل عندنا 180 بحث ركن. الاتفاقية هذه هي إطار، نتمنى أنه يكون بداية لإنشاء فرق بحث مشتركة لوجود إجابات للبحث عن إجابات على كثير العديد من النقائص الموجودة في ميدان البترولي، والبحث عن تكنولوجيات جديدة كذلك مع الخبراء المتواجدين في الجامعة قصدي مرباح. باحثين جامعة قصدي مرباح سيقومون بدراسة كل ما هو مشاكل لشركة سوناتراك بحاسي مسعود، وبذلك نقوم بدراسة هذه المشاكل ووجود حلول لهذه المشاكل وتقديم آفاق للمشاكل الموجودة على أرضية الواقع. اتفاقيات ترجع بالفائدة على شركة سوناتراك وعلى الطالب أو الباحث بصفة عامة، حيث أن شركة سوناتراك تحتاج إلى الباحث، وذلك من أجل يعني تطوير يعني استغلال الحقول البترول والغاز على مستوى الصحراء الجزائرية.